كاب اف ام الكلمة ليك تشاتش. النقطة هي عامة أما تدخل في صلب الموضوع اللي نحكوا فيه هذا القانون التكميلي للميزانية متاع 2013 فهمت، لكن نحب نعقب شوية هكا لأن الأمور مش ماشية قد لأنني شفت حالة ولمسين هنا وأكثر واحد تعرفوني سياسيا ضد التركة ما عندي مشكلة لكن الحالات الأنسية تأثر معها. أنا شفت واحد جي يا سيد الرئيس هنا من جماعة العفو وعيون الزوز منحوحة في العهد البيت، أنا كسلطة عليا أهني جيني تونس عيون صحيحة نفقصهم لو نعطيه ميزانية تونس كل يخبال يلزم المزايدة والمزايدات، أنا ما ندافع حتى لحد، أما حالة إنسانية ما نجمش نجوزها، جي راجل الدعثر في السياج فقصين لعنا في الحبس عايشين هو جاي تاجر، هاي شكون في قصلة يتوانس عيون الزوز ونعطيه ميزانية تونس كل تقبل، يلزم الموضوع هذا نقطة نرجع للسطر. موضوع ثاني، التجارة في المجلس هذا ثم 10 من البرجوازيين السفراج المتوحشة البرجوازية المقيطة اللي أنا أكرهها اللي قاعدة تتاجر بألام العالم وتاجر بزملائهم، قال لك شنو النايب الزوالي مش لازم يجي للمجلس لانه ما عندهاش فلوس باش يجي اصلا، خلي القمه والبرجوا هم اللي يجوا للمجلس، نسيوا هم نزم الثوره قديم ما مش عارفين اولاد الحفيانه الريانه عملوا ثوره وجوا للمجلس، ما زال في بالهم السرقه نتاعهم والهم نتاعهم، هم اللي يخرجوا في البلاتوات، هم اللي يسيروا في تونس، هم قاده تونس الجديده. لا يا حبيبي والله 2010 عملنا ثوره يا ناس، فيقوا هاي فيقوا راكم مناعسين ياسر. باهي اهني سيد الرئيس انت ممثل تو لحد الان رئاسه المجلس وتوجه للسيد وزير الماليه وما هيش تجاره، لا توجه يعني لا ما هيش تجاره، توجه بالسؤال فقط ونرجع. ايه هذا الكلام تقوله سيد الرئيس يهم زملائي البسطاء الفقراء اللي زيي الاخرين اللي تاجروا بالامي وبالام زملائي ما يعنوني حتى في شيء. اسمعني جاي، المنحه كلتونا عليها وطلعنا سراق قدام الشعب الكل، باهي يا سيدي رانا سراق على كل حال انا قابلها، قالوا للشعب سراق 4-5 اعلاميين وجهوا الراي العام وقالوا لي سراق قبلها. يا سيد وزير الماليه انت قبل بتسيب البيرو كان خلوك وزير هناك تبقى، كان انت ماشي على راحت امضي الميزانيه نتاع المنحه السكن نتاعها، اني باباي قال لي ما تخلي حد يعدى عليك، لا تتعدى علي انت ولا رئيس حكومتك ولا رئيس المجلس، انتم خرجتوني من المشتل كنت ساكن في النزل مكيف، لكن شفت انكم تدفعوا برشا فلوس على النواب قلنا عيب ميزانيه الدوله ما تسمحش، تجرتوا بها وعملتوها رنا وغنى حبيبي اني حد ما يخلي حقي الشعب الكل اللي حب يعمل حمله انتخابيه خذ راحتك اعمل حمله انتخابيه، بالله الى خطيتوا خط في الدستور الى ما نقلع الميكرو هذاك كما تعطوني الحق نتاعي وحق زملائي العراية القراية مش البرجوازية اللي قاعدين ها جاي كهرباء 300 مليون وجاي يكذب النواب اني ندور في فلوس، باهي فلوسي تحطها فوق الطاولة والله لا خطيت وخط في الدستور والله الميكرون تاعك يا رئيس لم يتقلع، باهي هذا يمين وهاتوا شوف شنو نعمل لك. تشاتش عايش شنو رايك ضحكي ذا اللي خير ما عديتك عاد لي ميم على الصباح وتعطلت لغة الكلام. لا بالحق انا غريبة كل صراحة سدت لك دونتولوجي معناها هذوما أشياء يجب أن تدرس وتبقى في الذاكرة الحية بالحق معناها خطاب أنا أقول لك مسكين هالشعب التونسي يا سفيان قديش شد في هالعامين راهو كوارث راهو شيء راهو غباين مش حاجة بالحق شيء شيء وقف المخ يا معناها تعرف أنت بعمرك أنت معناها شو تبارك الله معناها ما شفتش اللي شفت في الثلاث سنين هذوما الحقيقة لا ما شفتش معناها سما ظواهر الكل تو تستناها وكل شيء وارد في البلاد وهاك تسمع معناها شو تحب نقولوا ما نجم نقولوا معناها يعلق على نفسه السيد والكلام واضح والكلام تاعك تنقلح لك تشوف والله ولا تقتل خاطر تعطيني فلوس تحطوها فوق الطاوله وزملائي حاسيلو اسمعني مهرجان كامل ثاني مرو معناها انا كنت لو كان ما جاوش يكتبوا دستور باغ اكزومبل ومصير تونس مرتبط بيه ومصير اولادي مصير اولادي انا نعرف على الاقل 8 ولا 10 من جدودي نعرفهم وين يدفنون في تونس نخمم في وليداتي به كنا باغ اكزومبل كان جا للتفاكر الواحد وقت يحب يتسلى يمشي يقعد يتفرج على واتش بي يقعد يتفرج في النهار ثم عندك ساعه ونص ساعتين كل نهار لازم تعديهم تعمل في حاجه لانه ثم ساعتين خايبين في حياتي لازم تتسلى تتفرج في تلفزه تقرا كتاب تقرا كتاب واحده من تلعب تعمل حاجه هكا به تعمل حاجه تمشي تتفرج تعملها في الفرجه به يمشي نتفرج مش مشكل اما لا ساعتين دي ليميت كما قلت لك انا يا ولدي راهو ما يفسر الوضع السياسي في تونس كان شخص واحد اللي هو لا فسرها ماركس لا لينين لا سبارتاكوس لا غيره الدكتور فرويد انا اقول لك لو كان فرويد الدكتور فرويد جيبوا
طيب يفسر لك الامور. طيب انا عملوا له ديفان على الدعوه هذه من هنا من الحمامات حتى للمنيهله. انا قلت لك انت قلت قبيليك لو كان يقوم إريك فروم ويقوم جوركيم ويقوم فرويد انا اقول لك يشونجون كاريمون دو كارير. يقولوا ندمنا ما عادش عن لا نعملوا لا ابروش سوسيولوجيك لا بسيكو سوسيولوجيك لا نعمل بسيكياتر جمله. تقول انت كارل ماركس ولا تروسكي ولا كان يجي التونسي يكتب كتاب دو لا كونتر ايفوليسيون يبدا يمجد في الثقافه. انا نقول لك كارل ماركس يولي قص يولي راهب ثم اشياء الحق بكل صراحه انا اقل ما يقال اشياء يندى لها الجبين وخاصه انه هذه راهو شوف مدونات المجلس التاسيسي ما تعرف انت شفت الرأي الرسمي للجمهوريه التونسيه ثم زوج ثم واحد نتاع المدولات تلقى فيه مدولات الكل دولي جوليست يعرفوه ولا صحفيين كي يعملوا ابحاث يحب يرجع لنيت في الوحده في تلقاه ولا في السونتر ناسيونال هذاك تمشي له تلقى فيه كل شيء كل شيء مدون معناها مستويات كي هبطت هكا ولا تخطو خطو في الدستور لما تعطيني فلوس وتحط لي فوق الطاوله وخلصتوني نلعب ولا نحرم وطول وليك والله انت ويلك ويل يعني بكل صراحه اشياء اقل ما يقال وانا يندى لها الجبين. انا على كل حال نستنى منك كيف ما احمد ابن ابي الضياف كتب لنا اتحاف اهل الزمان التو جبتوا لي الكتاب نستنى سفيان بن فرحات يكتب لنا اتحاف اهل الزمان في من عام تو في تونس من عام 2000 في اخبار تونس وتونس الله لا يقدر هكا ولا هذه الديمقراطيه الديمقراطيه عليك كتاب والديمقراطيه تنجم تكون انيفيرمون بار لو با لو ساعات انا واش نقول لك اول اقتراح هذيك الكتاب هذايا بعد بار لا سويت المرابيح ناخذ فيهم بورسونتاج يا خويا ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطينا طول العمر باش نجموا نشدوا ونتفرجوا مو كان سي حبيب العريس كل عام عملوا له انترفيو كيسيونير دو بلوس سوجي لك الصباح كي فالو نحاول من رئاسة المجلس النواب وقت عاد قالوا صحافي شنو وضعك؟ قالوا نبهت في عجاب ربي. واحنا كلنا باهتين في عجاب ربي. كاب اف ام الكلمة ليك.